مشاهدينا، نعود مرة أخرى للحديث عن الندوة التي أقامها الميثاق الوطني العراقي في أربيل، والتي تحمل عنوان الطائفية وآثارها التدميرية في المجتمع العراقي. معنا عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد عبد القادر النايل، مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. حياكم الله. من أين تنبع أهمية هذه الندوة، ولماذا قررتم إقامتها في هذا التوقيت بالتحديد؟ أولا، معلوم تماما أن النظام السياسي الذي أنشأه الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع إيران هو نظام قام على أسس المحافظة الطائفية، وهذا لا يخفى على الجميع. وبالتالي هذا النظام أمعن في عملية تأسيس عملية سياسية لتقسيم المجتمع العراقي، وبالتالي نجح إلى حد ما في صناعة طائفية سياسية أراد تسويقها أن هناك مجتمعا عراقيا مؤمن بهذه الطائفية. فلذلك عندما وصل مرحلة العملية الطائفية السياسية في العراق إلى طريق مسدود وإلى انسداد سياسي كبير كما يحدث الآن بعد فشلهم الذريع بعد 19 عاما، انطلقت هذه الندوة المهمة في توقيت حساس من تاريخ العراق من أجل بلورة صناعة مجتمع ليقول أننا لسنا طائفيين، وبالتالي بناء حجرة حقيقية من أجل النظر إلى المستقبل في تأسيس نظام سياسي وطني وليس طائفي. لذلك تأتي هذه الندوة أهميتها من حيث أننا نسعى إلى تجميع المجتمع العراقي عبر مبدأ الوطنية وترك الطائفية والهويات الفرعية، وأن الهويات الفرعية هي مصدر قوة للعراق لأنه فسيفساء جميلة يجتمع عليها العراقيون، وبالتالي هي ليست مصدر فرقة وليست هي مصدر ضعف للعراقيين إنما قوة. ولذلك حضر في هذه الندوة مختلف القيادات الاجتماعية وشملت جميع المكونات العراقية، وألقوا كلماتهم ومداخلاتهم يبينوا أن العراقيون لا زالوا بخير، وأن هذا النظام السياسي والاحتلال وعمليته السياسية لم يستطيعوا أن يسوقوا لا إلى حرب أهلية ولا إلى تفتيت المجتمع العراقي. طيب، في هذه النقطة بالتحديد، يعني سيد عبد القادر، ألا ترى أن الكتل والأحزاب في العراق تصر على استدعاء الخطاب الطائفي في ظل صراعها على رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة؟ لأنه أصل العملية السياسية أو وجود هذه الأحزاب مبني على الطائفية، فعندما يتم تأسيس مجتمع لا يؤمن بالطائفية ولا يؤمن بالنظام السياسي الطائفي سينهارون. لذلك استدعائهم للخطاب الطائفي وعملية التحريض الدائمة على وجود الطائفية في العراق هو لوجودهم واستمرار حكمهم في العراق. ولذلك الأصوات النشاز الذي ظهرت قبل عدة أيام سواء كان في عملية دعوات لهدم يعني تمثال أبو جعفر المنصور بانو بغداد ولا أعلم ما هؤلاء ماذا بنوا وغيرها من الخطابات هو استدعاء لوجودهم أو للعمل على استمرار وجودهم. لذلك عندما تأتي هذه الاستدعاءات لابد أن يكون هناك تحركا وطنيا من القوى العراقية الحقيقية من أجل الوقوف بوجه هذه الدعوات الطائفية. طيب، هذا الخطاب الطائفي يعني إلى أي مدى ساهم في إضعاف المجتمع العراقي ونسيجه، بينما تقول قوى العملية السياسية أنها أتت لترسيخ الديمقراطية والحريات بالمجتمع؟ أولا، لا وجود لحريات ولا للديمقراطية بدليل تسميم الأفواه وما إلى ذلك من اغتيال الصحفيين، ومن ثم استدعاء هذا الخطاب جعل من المجتمع العراقي يعني لعبة أو أنه أراد أن يكون لعبة لصراعات إقليمية. وتعلم تماما ويعلم المشاهد الكريم أن إيران هي التي دفعت باتجاه الطائفية السياسية من أجل ترسيخها في المجتمع العراقي، لأنه شعار أي محتل يريد الاستيلاء على بلد هي شعاره فرق تسد. وبالتالي عملية الإمعان في الخطاب الطائفي أو تسويق الطائفية هو لتفريق المجتمع العراقي، وبالتالي تفريق المجتمع العراقي لن يجعل العراقيين يمتلكون هدف لاستعادة وطنهم، وبالتالي هؤلاء سيعمدون على ترويج كثير من الأمور وشهدناها في كثير من الماضي ولذلك أفعال الماضية. ولذلك هم يريدون إضعاف المجتمع العراقي، وما يحدث الآن من عملية وجود لنظام سياسي طائفي في عملية سياسية مقيتة طوال 19 عاما يؤكد على أن هؤلاء قد نجحوا إلى حد ما من في استدعائهم الخطاب الطائفي لأنهم فرقوا المجتمع العراقي على هذا الأسس بأسس الهويات الفرعية. لذلك هو يقتضي أن إضعاف العراق تبقى هذه العملية السياسية وأحزابها الذي أوصلت العراق إلى انهيار كبير على جميع المستويات سواء على قوة العراق أو على وجوده. وبالتالي نحن نتكلم عن تهديد حقيقي لوجود العراق
لذلك الخطاب الطائفي يستدعي أيضا مشروعا خطيرا آخر وهو تقسيم العراق. لذلك المشتركات الكثيرة الذي ينبغي الآن أن يتداعى جميع العراقيين في خطابهم وفي مواجهتهم والخطاب الوطني من أجل إيقاف كثير من المشاريع التي تؤسس أو التي أسستها وأفرزتها الطائفية، ومنها تقسيم العراق، ومنها إضعاف العراق، ومنها بقاء نظام سياسي نقيض طائفي. سيد عبد القادر، إلى أي مدى تجدون أن رؤيتكم في الميثاق صحيحة فيما يتعلق بالعملية السياسية؟ ولماذا لم تفرز الانتخابات الأخيرة تغييرا ملحوظا كما وعدت السلطات الحاكمة في هذه الانتخابات وكل انتخابات تمر؟ أولا، رؤيتنا كانت دقيقة وواضحة لقوى المناهضة للاحتلال، وهي ليست وليدة الميثاق، هي وليدة لجهود قوى بثق الميثاق منها طوال 19 عاما في مقاطعة العملية السياسية التي وصلها أو أنتجها الاحتلال. ثانيا، ما يجري الآن من انسداد سياسي على أرض الواقع، ولا نريد أن نستدعي ما جرى في العراق من سنوات الخراب والتدمير، الآن يؤكد على دقة وصوابية رؤية الميثاق الوطني، لأنه عندما قال قبل الانتخابات هذه انتخابات وهمية ومزورة وسيقاطعها الشعب العراقي، وقد قاطعها، وبالتالي قلنا أنه لا يمكن لهؤلاء أن يتم عملية تجميعهم لتشكيل حكومة، لأنهم لا يمتلكون قرار نفسهم، ونحن سأتكلم الآن عن 7 أشهر من عمر العملية السياسية، وهي مرهونة بالاتفاق الأمريكي الإيراني لأنهم في تفاوضات، لذلك ليسوا أحرارا. ثالثا، لا يوجد ديمقراطية حقيقية، لأن ذات الأحزاب التي سلمها بول بريمر عام 2003 الحكومة هي لا زالت تتقاسم فيما بينها بين الشد والجذب في مقاعد البرلمان، ولم تتغير، فأي ديمقراطيين يتكلمون عنها؟ وبالتالي لو كانت هناك ديمقراطية حقيقية لاستجابوا لتظاهرات ثورة تشرين الأخيرة الذي نادت بجوهر بناء نظام سياسي وطني بشكل واضح تماما، لكنهم قتلوها وقمعوها، وهذا يؤكد عدم وجود. شكرا لك سيد عبد القادر، نعتذر لضيق الوقت. عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي سيد عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لك.